السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة تيم دجا، عاملين يا حبيب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير، وحشوني جدا جدا جدا. النهارده يا شباب جايب لكم باتش رائع جدا، باتش طبعا من صنعي انا و عالم البيس وكمان ذا بيست فور جيمنج وهانو. طبعا يا شباب شكر خاص ليهم كلهم، والباتش ده الصراحة متعوب عليه، ويا رب يعجبكم بإذن الله. وإن شاء الله هينزل له تحديثات كتير الفترة الجاية بإذن الله، هيضيف مميزات كتير جدا ومميزات رائعة جدا وهيغيره بالكامل. تمام، الباتش يا شباب بيشتغل على اللعبة الخام، وكمان ما ينفعش تركبه على باتشات تانية، يعني ما ينفعش تركبه ولا على باتش طبعا بروفيشنال ولا على باتش مثلا نيكست سيزون، يعني اللعبة ما يكونش فيها باتشات. وطبعا لو انت عندك باتش في اللعبة فاقول لك ازاي تمسحه في طريقة التركيب. طبعا شباب الباتش حجمه 3 جيجا، 3 جيجا او 2 جيجا و900 ميجا وحاجة، فهنقول 3 جيجا، وطبعا بالتعليق العربي وكامل ومحدث باخر الانتقالات، ومميزات رائعة جدا وكاملة. تمام، يا ريت قبل ما ابدا شرحنا ما تنساش انك تضغط على زر اللايك وتشترك في قناتي. خلاص قربنا على 11000، فاضل اقل من 200 مشترك. وكمان ما تنساش انك تنضم للجروب، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن. وكمان انضم لي بيج عالم البيس رائعة جدا، وان شاء الله هيبقى في شغل رائع جدا الفترة الجاية انا وهي باذن الله. بس كده انا عارف طولت عليكم، اسف جدا. فيلا نوريكم مميزات الباتش. طبعا دي الستار سكرين بتاعت الباتش، طبعا في سلكتور مع الباتش، في ستار سكرين كتير جدا لكل الفرق وبجودة عالية جدا. تمام، يلا ندخل نشوف قوائم الباتش عاملة ازاي من الداخل. طبعا زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم دي قوائم رائعة جدا ومحدثة لعام 2021، زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم بشكل جميل جدا. تعالى كده ندخل مباراة استعراضية ونشوف من الداخل الاطقم وكمان الميني فيس والكلام ده كله والكور والملاعب. تعالى كده ندخل جوه ونشوف. اول حاجة الشعارات محدثة لعام 2021 بالكامل، سواء للفرق كمان المنتخبات، كل الشعارات محدثة. تمام، وكمان لو جينا بصينا هنلاقي طبعا الدوري المصري كامل بالفرق الصاعدة والهابطة وبالشعارات الجديدة للفرق بالشكل اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم ده كده. طبعا والأندية الأفريقية زي الترجي والأندية الأفريقية متضافة، وإن شاء الله هيتضاف بإذن الله أندية أكتر بإذن الله التحديث الجاي زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم. تعالى كده نشوف الدوري المصري الأطقم بتاعته وكمان الميني فيس وكل ده. هنختار الأهلي ضد الزمالك، لو جينا وبصينا على الأطقم زي ما انتوا شايفين محدثة لعام 2021، الطقم الأول للأهلي والتاني للأهلي والتالت للأهلي، والطقم الأول للزمالك الزمالك والتاني للزمالك والتالت للزمالك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا يا شباب وكمان لو جينا وبصينا على الملاعب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ملاعب محدثة طبعا، ما فيهاش يعني باك ملاعب عشان الباتش ما يبقاش حجمه كبير. مثلا هنيجي نشوف كده باك كور المضاف، هنلاقي 51 كرة مضافة محدثة لعام 2021 للبطولات والفرق، وكور محدثة لعام 2021. تعالى بقى نخرج كده ونشوف الميني فيس، الميني فيس محدثة للفرق لعام 2021 زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم بشكل رائع جدا جدا وبشكل جميل، وهتعجبك جدا، شكلها رائع الصراحة. تعالى كده بقى نبص على طبعا الفرق التانية، مثلا سيراميكا كليوباترا ضد مثلا نادي غزل المحلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، لو جينا وبصينا على الأطقم اللي هي محدثة. تعالى بقى نبص كده بقى بصة على نادي الترجي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ومثلا نادي بيراميدز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. جينا وبصينا على الأطقم اللي هي محدثة لعام 2021 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وكمان الميني فيس محدثة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بشكل رائع جدا جدا جدا. تعالى كمان نبص على الدوريات الأوروبية، تعالى كده نبص على مثلا بروسيا ضد نادي مثلا ليفربول، لو جينا بصينا كده هنلاقي أطقم محدثة لعام 2021 والميني فيس يعني متحدث لعام 2021 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وشكله رائع جدا جدا جدا. تعالى كده نبص بقى بصة على
الانتقالات وكمان الاوجه والكلام ده كله، ونشوف المميزات من الداخل. طبعا لو جينا وبصينا على الانتقالات، هنلاقي الانتقالات محدثة زي مثلا ارسنال، هنلاقي فيها اللاعب اوديجارد زي ما انتم شايفين الى نادي ارسنال، وكمان اللعيبة الجديدة لنادي ارسنال وديفيد لويز وساكا، اللعيبة الشباب مضافة بالاوجه. وكمان لو جينا وبصينا على تشيلسي، هنلاقي حكيم زياش زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم، وكمان لو جينا بصينا على تيمو فيرنر هنلاقيه موجود. كمان لو جينا بصينا على نادي ليفربول، هنلاقي اللاعب جوتا، وكمان لو جينا بصينا على ديفيز هنلاقيه، ولاعب او مدافع ليفربول الجديد هنلاقيه متضاف. لو جينا وبصينا على نادي ويست هام، هنلاقي فيه بلينجرد اهو، هنلاقيه في نادي ويست هام. تعالى كده نبص بقى، بص على نادي طبعا برشلونة، هنلاقي نادي برشلونة محدث زي مثلا هنلاقي اللاعب بيدري ولاعب بيونج، وكمان فاتي بالوجه بتاعه محدث، وطبعا عثمان ديمبلي محدث الوجه بتاعه، وكمان ليونيل ميسي هنلاقي الوجه بتاعه محدث لآخر حاجة. تمام، تعال نبص كده على ايدر هالاند، هنلاقي الوجه بتاعه محدث برضو لعام 2021. طبعا هنلاقي اللاعب هالاند برضو الوجه بتاعه محدث لعام 2021. تعالى كده نبص بس بقى على لعيبة الأهلي والزمالك، يعني رامي ربيعة والشحات وكهربا ولاعيبة كتير جدا، هتلاقي الأوجه بتاعتها محدثة، ومروان محسن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وكمان ولتر بلايا، وهنلاقي بيكهام، وكمان لو جينا وبصينا على الزمالك هنلاقي لعيبة الزمالك زي الموسالوسي كمان، وكمان لو جينا وبصينا على ساسي هنلاقي فرجاني، وكمان لو جينا وبصينا على بن شرقي هنلاقي وجه بن شرقي و جزيري، ولاعيبه كتير جدا هتلاقي الوجه الاوجه بتاعتها محدثه. ولو جينا وبصينا على نادي بيراميدز برضه هنلاقي اللاعب احمد الشيخ موجود بالوجه بتاعه. وبس كده يا شباب، يكون ورناكو اوجه اللعيبه وكل ده. ولو جينا بصينا على دوري ابطال اوروبا هنلاقيه محدث الى عام 2021 بالسكور بورد بكل حاجه، هنلاقيه محدث. تعالى كده نختار مثلا السيتي ضد بروسيا دورتموند، ونختار مثلا اي ملعب مثلا عشوائي، نختار مثلا ملعب الكامب نو وكده. تعالى نبص على التشكيله، لا محدثه. تمام، تعالى ندخل على ضربه البدايه كده ونشوف الارضيات من الداخل، وكمان نشوف السكور بورد زي ما انتم شايفين. ندخل جوه هنلاقي التصوير الخارجي شغال بشكل رائع جدا والسكور بورد، وكمان لو جينا وبصينا على الدخلات محدثة وكل حاجة محدثة لعام 2021. كنت شايفين قدام حضراتكم كده، يا ريت يكون الباتش عجبكم بإذن الله، وفي مميزات أكتر من كده بكتير جدا هتعجبكم إن شاء الله في الباتش. بس كده يلا نوريكم بقى ازاي هنحمل الباتش، وكمان هنركبه على لعبة بيس 17 بالتعليق العربي. وبعد يا شباب ما شفنا مميزات الباتش، يلا نوريكم ازاي هنحمله وكمان هنركبه على لعبة بيس. طبعا سيب لكم لينك الموضوع ده في الديسكريبشن، هتضغط على اللينك هيجيب لك الموضوع بالواجهة دي كده، هتنزل تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. شكر خاص لصناع الباتش، طبعا اول حاجة تيم دوج اللي هو انا يعني، تمام، وهانو وذا بيست فور جيمنج وعالم البيس. شكر خاص طبعا تعبنا جدا في الباتش ده، فيا ريت يعني لايكات كده وشيرات وكومنتات حلوة كده عشان بتحمسنا جدا، ويبقى في تحديثات للباتش كتير جدا كده كده، يبقى في تحديثات بإذن الله. ننزل تحت دي مميزات الباتش والصور من داخل الباتش، طبعا كل ده احنا شفناه وعارفينه. طبعا هتلاقي روابط الباتش، حجم الباتش 3 جيجا 3 جيجا، ومتقسم على 3 اجزاء، كل جزء 1 جيجا ما عدا الاخير 900 ميجا بايت بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وطبعا الفيكس لازم تحمله عشان الباتش يشتغل معاك، مهم جدا الفيكس ده. وكمان لو عايز تحمل تعليق فهد العتيبي، لو انت ما عندكش التعليق تقدر تحمله، مش عايز عادي ما فيش اي مشاكل. تمام، اوريك ازاي تحمل الجزء الاول من الباتش، ونفس الطريقة هتعملها مع الجزء الثاني وكمان الثالث وكمان الفيكس والتعليق. تمام، هتضغط على طبعا الجزء الاول، اضغط هنا بالشكل ده كده، بعد كده هينقلك هنا على موقع اختصار روابط. تمام،
طبعا هتدوس على الروبوت اللي في نص الصفحة بالشكل ده كده، هيديك علامة صح. هندوس على الخيار ده كده، وبعد كده هينقلنا هنا على كلمة اسكيب اد. طبعا هنا بيقول لك انتظر، هننتظر طبعا 3 ثواني، هيجيب لك كلمة اسكيب اد. هنضغط على كلمة اسكيب اد بالوجه اللي انتوا شايفينها دي كده، بعد كده هننتظر، هنلاقيه جاب لنا اختصار رابط. طبعا الشرح ده مش هيبقى اختصار رابط واحد في اللينكات زي اللي فات، لا هيبقى 3، لان اختصارات روابط لكل واحد من التيم. ف يعني ده حاجة بس كده تقدير للتعب، تمام. لكن الشروحات الجاية هتبقى واحد زي ما هي، مش هتكتر، تمام. ده بس هيبقى 3 اختصارات رابط. طبعا ندوس على كليك هير كوتينيو بالشكل ده. طبعا بعد كده هندوس على كوتينيو بالشكل اللي انتوا شايفين ده كده، بعد كده يبدأ هنا يعد معانا 5 ثواني، تمام. هننتظر لغاية لما 5 ثواني تعد تخلص معانا، بعد كده هندوس على جيت لينك بالوجه اللي انتوا شايفينها دي كده، تمام. هيبدأ هنا ينقلنا على الموقع ده وهو الأخير. هندوس على الروبوت في نص الصفحة بالشكل ده كده، بعد كده هندوس على الخيار ده بالشكل ده كده يا شباب، بعد كده هننتظر لغاية لما يجيب لنا كلمة سكيب اد، تمام. هننتظر زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم، وجاب لنا الكلمة، هنضغط عليها ضغطة واحدة بالشكل ده كده، بعد كده هينقلنا هنا على موقع التحميل، تمام. تمام، هندوس على فري داونلود بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، بعد كده هيبدأ يعد معانا 35 ثانية. لما عمال يعد 35 ثانية، طبعا هنعدي الروبوت ده، هنضغط على طبعا الروبوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هيبدأ يجيب لك اعلانات، هنقفلها وهندوس على الروبوت هيجيب لك علامة صح، تمام. هننتظر لغاية لما الثواني تعد معانا ونرجع لكم تاني. طبعا زي ما انتوا شايفين خلص قدامنا الثواني، هندوس على الخيار ده، بعد كده ينقلنا هنا على طبعا التحميل على طول، تمام. طبعا بعد كده هننتظر لغايه لما يجيب لنا كلمه كليك هير تو داونلود، وهنضغط على ضغطه واحده، بعد كده يبدا هنا يجيب لنا زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم واجهه التحميل، تمام. هندوس على بدء التحميل وهيبدا يحمل معانا الباتش بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. طبعا هنسيبه يحمل ويخلص معانا بعد ما يخلص الجزء الاول. نفس الكلام ده هتعمله مع الجزء الثاني والثالث وكمان الفيكس والتعليق، تمام. تمام، ننتقل معاكم لطريقه التركيب، تمام. تمام، قبل ما نقول لكم طريقة التركيب، يا ريت لو عندك أي باتش في اللعبة تمسحه نهائي، تمسحه نهائي. طب همسحه ازاي لو عندي باتش في اللعبة؟ كل اللي عليك اللي انت هيبقى عندك اللعبة والملفات بتاعة الباتش أو ملفات اللعبة عموما، تمام، مع الباتش. كل عليك ان انت هتمسح كل الملفات وهتسيب ملف واحد وهو اسمه داتا، يعني هتمسح كل الملفات اللي في اللعبة وهتسيب ملف واحد وهو اسمه داتا. بعد ما تسيبه كده اللعبة بقت خام، تمام. تمام، هنروح بقى على طريقة تركيب الباتش. طبعا بعد ما تحمل ال3 أجزاء هيبقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، تمام. هتقف على اي جزء فيهم وهتدوس كليك يمين وهتقول اكستراكت هير، تمام. تمام، لو عندك الجهاز باللغة العربية هتلاقي مكتوب استخراج هنا، تمام. تمام، هندوس على اكستراكت هير، هيبدأ يفك معانا. طبعا مش هيجيب لك الرسالة دي نهائي، طبعا هو جابها لي انا عشان فكك الضغط قبل كده، وطبعا انا فكيت الضغط عشان الشرح ميبقاش طويل او يعني ماخدش وقت في الشرح. ف انت هتفك الضغط، هيبدأ يجيب لك الواجهة دي كده، وهتلاقي طبعا الشريط اللي تحت ده بيعد معاك لغاية 100 او بيتملي معاك خط اخضر، تمام. وهننتظر لغاية لما يخلص معانا، وما يخلص معاك هيبدأ يفك لك الضغط وهيستخرج لك فولدر بالواجهة دي كده. هندخل على الفولدر ده كده هنلاقي الملفات دي. طبعا كل عليك ان انت هتركز معايا جدا في طريقة التركيب عشان ما يحصلكش اي مشاكل والباتش يشتغل معاك تمام وتتبع الخطوات صح. كل حاجة اللي انت اول خطوة معانا وهي هتروح على ملف الكونامي، وهندوس عليه كليك يمين وهنقول له سند تو، بعد كده هنروح على طبعا خيار الدوكومنتيز او هنروح على خيار المستندات لو جازك باللغة العربية. هنضغط بالشكل اللي انت شايفينه ده كده، هيبدأ يقول لك هل توافق على استبدال الملفات القديمة بالجديدة، فهنقول له موافق وهتستبدل الملفات، تمام. تمام كده اول خطوة معانا بقت تمام. هنمسح ملف الكونامي ده خلاص احنا نقلناه، تمام. هنعلم على الملفات دي كلها وهنقول له كليك يمين كات او كوبي اللي يعجبك، وهنروح على ملف اللعبة اللي فيه ملف الداتا بس، وهنقول له كليك يمين وهنقول له بيست. لو قال لك استبدال وافق على الاستبدال مفيش اي مشاكل، تمام. تمام، هنروح على تاني خطوة معانا وهي الفيكس. هنروح على الفيكس بالشكل ده كده، هنفك عنه الضغط وهنقول له اكسترا كتير، وهنفك الضغط بالشكل ده كده، هيستخرج معاك فولدر بالواجهة دي كده. هندخل جوه هنلاقي الملفات دي، تمام. هناخد الملفات دي كده كوبي او كات، وهنروح على ملف اللعبة تاني وهنقول له بيست، وينقل معانا بالشكل ده كده، تمام. تمام،
هنروح على ملف التعليق بقى، نفك عنه الضغط زي اللي فاتوا، وهيستخرج معاك فولدر بيواجه دي كده. ندخل جواه هنلاقي ملف داتا، هناخده كوبي او كات، وهنقول له كليك يمين، وهنقول له بيست، وهنقول له استبدال. تمام، كده يكون يعني نقلنا الباتش. مش فاضل الا خطوه واحده عشان الباتش يشتغل معاك. طب ايه هي؟ اننا نفعله. كل اللي عليك ان انت هتروح على الفولدر اللي اسمه اداه التفعيل، وهنشغل اداه التفعيل بالشكل ده كده. تمام، كل اللي عليك ان انت بقى هتروح على اللي هو تاني خيار اللي هو شوز باتش بالشكل اللي انت شايفين ده كده. بعد كده هتروح على فولدر اللعبة او فولدر الباتش، وهتروح على ملف الداونلود. بعد كده هنروح على الملف ده وهنختاره بالواجهة دي كده. تمام، كل اللي عليك ان انت هتخلي دي نود اللي سي، وهتعلم على الخيار ده كده، وهتخلي دي تشيك ال. بعد كده تفعل جنريتور دي فايل ليست واوكي. بس كده هنفتح بقى السيتنج كده ونظبطه ونوريكم شكله، عشان نفتح ونشوف هل الباتش شغال معانا تمام ولا لا. طبعا هنظبط الريزولوشن وكل حاجة تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام كده خلاص. قبل ما نشغل بقى اللعبة نسيت اقول لكم على حاجة، يا ريت تعملها قبل ما تفعل حتى. تمام، وانك تختار الستار سكرين. طب اختارها ازاي؟ هتشغل السيليكتور بالوجه دي كده. بعد كده هتلاقي الستار سكرين بالشكل اللي انت شايفينها، ستار سكرين كتير جدا، اشكال مختلفة، ستار سكرين كتير ورائعة جدا 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 وهتعجبك. انا هختار بتاعة باريس دي، وبعد كده هندوس على الخيار ده. بعد كده هنقول له اوكي، هنقفل الاداة بالشكل ده كده، وهنروح على اداة التفعيل تاني بالوجه دي كده. بعد كده شباب هنروح على خيار ستار سكرين باي الخيار ده. تمام، هتلاقيه اتضاف، هنضغط عليه. بعد كده هنقول له جنريتو ديفي فايل ليست، وهنقول له اوكي. تمام، هنشغل بقى اللعبه معانا كده ونشوف هل الباتش شغال تمام بالستار سكرين والمميزات ولا في مشاكل. يلا ندخل على الباتش بالشكل ده كده ونشوف المميزات من الداخل وهل هو شغال ولا لا. زي ما انتم شايفين الباتش شغال معانا تمام، مفيش اي مشاكل. الباتش رائع جدا جدا جدا. يا رب يعجبكم. طبعا ان شاء الله تحديثات كتير هتبقى للباتش موجودة بإذن الله. كده يا شباب يكون انتهى الشرح. ما تنساش انك تدوس على زر اللايك، عايزين نقفل الشرح ده 1000 لايك لو نقدر. وكمان ما تنساش انك تشترك في القناة عشان نوصل 11000. خلاص فاضل اقل من 200 مشترك ونوصل 11000. كده يكون انتهى الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.